بجدد التحية بيك يا كابتن هيثم بضيوفك وبكل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان. يعني خلاص قبل دقائق من انطلاق مباراة النادي الأهلي وريدسكين، طبعا بطل لسوتو أكيد في بطولة أفريقيا للكرة الطائرة الرجال، وهي المباراة قبل الأخيرة للنادي الأهلي في دور المجموعات، واللي أكيد نتمنى فيها كل التوفيق للنادي الأهلي ويحسم النهاردة إن شاء الله صعوده لدور الثمانية عشان يكون طبعا في المنافسة بقوة خلال الأدوار المقبلة، بتحديد دور الثمانية ودور قبل النهائي حتى الوصول إن شاء الله للنهائي والتوفيق في المباراة النهائية وتحقيق البطولة للموسم الثاني على التوالي. لكن خليني أقول لك إن معايا في هذه اللحظات يا كابتن هيثم كابتن حسن أحمد، طبعا رئيس لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي والاتحاد الدولي أيضا. كابتن حسن برحب بيك في البداية على شاشة قناة الأهلي. أهلا وسهلا بيك، أنا برحب بيك كمان. أهلا وسهلا. طبعا عايزين نتكلم عن مستوى البطولة من الناحية التحكيمية، رأيك فيها إيه وتقييمك للأداء التحكيمي في البطولة؟ والله احنا قبل ما تبدا البطوله بشهرين ثلاثه بنشوف الفرق اللي جايه. الاتحاد الافريقي هو اللي بيعين الحكام، بيعين الحكام وفقا لمستوياتهم ومستوى البطوله، فكل الحكام اللي موجودين هنا دي متعينين من قبل البطوله ما تبدا. يعني مش الفرق هي جايب كل واحد جايب حكم معاه، لا احنا متعينين قبل منها، وبعدين قبل ما بيجوا اولا بيجوا بنديهم كلينك، بنديهم محاضرات لايه الحاجات الجديده والمستجدات، وبعد كده بيبتدوا في البطوله. لما احنا عندنا 24 حكم، طالما فيها كل فريق جاي معاه بنجيب معاه حكم. ال 24 حكم طبعا زي ما انت شايف مستوى المباريات، مستوى المباريات في مستوى مرتفع جدا، في مستوى متوسط، في مستوى فنفس الحكام هم نفس العمليه في يمكن ثلاث مستويات، ولكن يعني المستوى الثالث قليل جدا. يعني انما ان زي ما بنقول عامه او عموما ان 70% من الحكام يعني يقدروا يديروا المباريات بدون اي مشاكل في اي مباراه. مش كان من الافضل كابتن ان يكون متواجد مستوى واحد للحكام كلهم في بطوله كبيره زي دي؟ اي بطوله في اي لعبه لا يمكن تلاقي مستوى واحد موجود الا من المستوى الاول، يعني زي ما حضرتك بتقول. يعني مثلا انا حد مثال، الا اذا يعني مثلا في الاولمبياد اللي كانت اللي فاتت اللي في ريو احنا مختارين من جميع انحاء العالم 20 حكم بناخدهم في تدريب في بطولات كتير قبل من الاولمبيك، وبيوصلوا فهم دول هم القمه اللي في التحكيم اللي موجودين في العالم وهم اللي بيحكموا، فهم دول. انما ال 20 دول منين؟ من 1500 حكم. فهنا احنا عندنا في افريقيا في 254 حكم، ودول ال 24 من ال 254. المستوى الفني بقى للبطوله رايك فيه؟ المستوى الفني زي برضه زي ما انت شايف ان يمكن ان شاء الله من بكره هيبقى هو المستوى ده الموجود. الثمان فرق هم دول الطب اللي في المجموعه اللي موجوده هنا بما فيهم الاربع فرق بتوع مصر، فان شاء الله هنشوف مباراه كويسه جدا في الدور اللي جاي، وهيبقى فيه مباراه حلوه فرق مصر فرق ليبيا في الكاميرون، فان شاء الله هنشوف الدور اللي جاي اللي هو الثمان فرق الفولي اللي هو احنا كلنا عايزين بنطمع ان احنا نتفرج على المباراه فيها. بترشح مين البطوله؟ مش عايزه كلام، يعني النادي الاهلي، لان الامكانيات اللي موجوده في النادي الاهلي غير موجوده في اي مين يوصل مع النادي الاهلي النهائي؟ اي فرق من مصر او ولو حضرتك ترشح مين الفرقه اللي انت بترشحها تكون فرقه قويه وتوصل مع النادي الاهلي المباراه النهائي؟ يعني انت لو هنيجي نتكلم الجيش ماشي كويس، برضو السموحه ماشي كويس، يمكن في ليبيا في فرقه او اتنين فرقه كويسين، بس في النهايه ان شاء الله زي ما كان حصل في البنات. فانت شفت البنات بالرغم من ان كان المباراه النهائيه احنا جايبين حكام محايدين من بره، انما كان النتيجه مش هتتكرر تاني في اي مكان ان يبقى تحت العشرة، ودي يعني ما تعملش غير في النادي الاهلي. شكرا كابتن. شكرا.
ده طبعا كان لقاءنا مع كابتن حسن احمد طبعا رئيس لجنه الحكام للاتحاد الافريقي وايضا الاتحاد الدولي، واتكلم اكيد عن مستوى التحكيم في هذه البطوله وعدد الحكام وايضا المستوى الفني وترشيحاته اكيد كانت واضحه جدا بوصول النادي الاهلي ان شاء الله للمباراه النهائيه، ويمكن هو رشح الجيش ايضا وسموحه. زي ما بقول لك كابتن هيثم، يمكن الترشيحات كلها رايحه للنادي الاهلي وفريق الجيش، خصوصا ان فريق الجيش بيؤدي مستويات كبيره جدا خلال البطوله، وطبعا ده ما يقللش من باقي الفرق بالتحديد الفرق المصريه، لكن في كل الاحوال اكيد نتمنى النادي الاهلي هو يكون صاحب التوفيق الاعلى في هذه البطوله ويقدر يحصد هذا اللقب المهم. طبعا طالما لقب افريقي كل جمهور النادي الاهلي اكيد نتمنى الحصول عليه. لكن خليني اكلمك عن الاجواء سريعا يا كابتن هيثم دلوقتي في صاله الامير عبد الله الفيصل في النادي الاهلي بالجزيره، يعني خلاص عمليات الاحماء بالنسبه لفريق النادي الاهلي وفريق ريدسكين، وايضا في ظل تواجد يعني عدد يمكن قليل شويه من جمهور النادي الاهلي على غرار المباريات السابقه، واكيد طبعا كان او كنا نتمنى عدد اكبر من جمهور النادي الاهلي، لكن المتوقع ان مع الادوار المقبله ومع سخونه البطوله مع الوقت اكيد في الادوار المقبله سواء دور الثمانيه دور الاربعه ايضا المباراه النهائيه ان شاء الله هيكون الصاله ممتلئه ان شاء الله عن اخرها، عشان جمهور النادي الاهلي دايما هو العنصر الاساسي في اي بطوله بيحققها الفريق سواء في مختلف الالعاب بشكل عام في النادي الاهلي، واكيد نتمنى كل التوفيق للنادي الاهلي خلال مباراة اليوم عشان يواصل من خلالها انطلاقته في هذه البطولة، وإن شاء الله سعيا نحو الحفاظ على هذا اللقب الغالي. لو في أي استفسار يا كابتن هيثم أنا معاك. اتفضل. شكرا جزيلا الزميل أمير هشام، بشكرك الحقيقة، لقاءات مهمة.